رأيي سعيد صباحكم، صباح النور، صباح الورد، بونجور تو الموند، جود مورنين أزول. أنا آسفة، أنا أسجل هذا الأوديو متأخرة شوية، رح ينزل شوية متأخر الأوديو، لكن رح نكتب لكم على المنتدى بمجرد ما نكمل الأوديو، نكتب لكم أني رح ننزله. أوديو اليوم للحديث عن الطاقات القمرية، وفك كذلك لوز التعلق عندهم. نحب نذكركم أن هذه الطاقات كانوا نالوا حصة الأسد عندي في القناة، يعني فيه أوديوهات كثيرة تحدثت فيها عن الطاقات القمرية، أتمنى أنكم تسمعوها، تسمعوها بوعي، يعني تسمعوها وأنتم حاضرين، مش تسمعوها بغرض الاستماع، يعني إنه مش بحاجة أننا نثقفوا في علم النفس، لا، نحن بحاجة أننا نطبقوا الشيء اللي نسمعه، نحاول أن نحلل شخصية الشخص اللي مقابلنا إذا استطعتم أكيد. فشفنا المرة الماضية كيف أن اليانغ يعتبر العواطف خطر، اليين كذلك يعتبر العاطفة خطر، لازم تعرف الاثنين عندهم تصور مشوه، تصور مضطرب للتعلق. فإذا اليانغ مثل ما عرفنا في المرة الماضية يدافع على قلبه بصورة لاواعية فيها بعض من الكنترول، الكبر، السيطرة، الجمود العاطفي أحيانا، وهو في النهاية رهين سجن للأسف لا يخرج منه، لأنه هذا السجن ما يسمحلوش أنه يعبر عن احتياجاته العاطفية. فأي شخص ما يعبرش عن احتياجاته العاطفية هو شخص سجين عواطفه، ورح تبقى دايما شاكرة ضفيرة شمسية عنده متضررة. ونفس الشيء بالنسبة للين، شاكرة ضفيرة شمسية عنده متضررة، وتضرر شاكرة ضفيرة شمسية يؤدي كذلك إلى خلل على مستوى بقية الشاكرات العلوية. الطاقات القمرية عكس الطاقات الشمسية اللي عاشت فقر عاطفي أو حرمان عاطفي، الطاقات القمرية عاشت تذبذب عاطفي. يعني الابن أو البنت لما كانت صغيرة مرة تتلقى قنطار من الحب والاهتمام، ومرة ولا شيء. يعني في اليوم اللي ترضى عليها الأم رح تحبها، وفي اليوم اللي ما ترضاش عليها رح ترميها، فما كانوش يعرفوا على أي رجل يقفون، كما يقولوا سور كال بي دونسي، على أي رجل سيرقصون، اليمنى من اليسرى، أم ينسوا تماما فكرة أنه الأم أو أنه الشخص يحبهم، الشخص الكفيل بهم، متكفل بهم يحبهم، يعني الشخص اللي تولى رعايتهم. المفهوم العاطفي عند الين غائب تماما كذلك مثل اليانغ. يعني ما يعرفش ما معنى العاطفة بطاقته، يعرفها، يسمع بها في الكتب، يسمع الناس تتكلم عليها، يسمع الشعراء يتكلم عليها، وا وا وا، مي هو كشخص لا يعيش العاطفة بطاقته بصورة كاملة. قد يعطف على الجميع من دون استثناء، كبيرا وصغيرا، حيوانات حتى النباتات، ولكن هو كشخص لا يعطف على نفسه، لا، لأنه معايشين حالة قلق مزمن، عندهم حالة قلق عاطفي مزمن، يعني قلق مرعب. نحن نجيكم الآن في الحديث عن أسبابه. يعني قيمة الين في نفسه، قيمته هو سا فالور إيمان، قيمته الإنسانية، هو يستمدها من حب الأم لديه، من حب الأم له. أوكي؟ فمع الوقت للأسف الشديد حبه لنفسه تقهقر أو تدهور أو اضطرب، بسبب أنه كان يستمد هذا الحب من رضا الأم عليه، من حب الأم، من حب الأم له،
سواء الرجل ولا المرأة، نتحدث عن الجنسين. اختلال مفهوم التعلق عند الين نفس الشيء مثل كل الناس، جاء من الطفولة المبكرة، يعني من الأشهر الأولى إلى غاية نهاية الأربع خمس سنوات. الأم عند الطاقات القمرية أم مزاجية لوناتيك، لذلك التسمية جت لوناتيك بمعنى أنها تتبع طاقة القمر، والقمر ليس ثابت مثل الشمس. الشمس ثابتة بنورها بدفئها بإشعاعها بظهورها كل صباح، ثابتة في كل شيء. القمر ليس ثابت، مرات يكون صغير ومرات يكون كبير ومرات يختفي و و و. فكلمة لوناتيك هذه، الأم المزاجية هذه، هي اللي خلقت مفهوم مشوه للتعلق عند ابنها أو عند بنتها. لذلك الطاقات القمرية مقسومة، مقسومة بين الرغبة، الرغبة يعني لو ديزير، الرغبة في الآخر، وبين عدم الارتياح، عدم الارتياح للنظرة العاطفية التي ينظر إليها الآخر، ينظر بها الآخر لها. فهمتوني؟ اوكي. هنعود. الطاقات القمرية تعيش حالة قلق مزمن، حالة قلق عاطفي مزمن، بسبب ماذا؟ بسبب أنها مقسومة، مقسومة يعني هي كشخص مقسومة بين حالتين، حالة عدم ارتياح من العاطفة التي يقدمها لها الآخر، والحالة الثانية سيلو ديزير، الرغبة الجنسية أو حتى الرغبة في حضور الآخر، مش شرط تكون رغبة جنسية، رغبة في حضور الآخر. وتوقفت موسيقاي. فهما دايما عايشين هذه الحالة من القلق المزمن، يعني لا يستطيعون أن يثبتوا على عاطفة معينة. ما يقدرش الطاقة القمرية، ما تقدرش تحبك باستمرار. يعني أنت كشخص تسمع فيها تعيش مع امرأة قمرية، أو أنت كامرأة تعيشين مع رجل قمري، لن يحبك باستمرار. قد يقدم لك في أيام الكثير من الرومانسية والحب مما يجعلك تتعلقين به، وقد يجفو في الكثير من الأوقات كذلك، لأنه هو في حد ذاته مضطرب. هو في حد ذاته في الأيام، صح، الأيام اللي يحبك فيها يكون يحبك، يكون يحب نفسه ويحبك، والأيام اللي يكرهك فيها يكون يكره نفسه ويكرهك. يعني هو من الصعب علي أنني أقول هذا الكلام، ولكن هذه هي الحقيقة. كل الطاقات القمرية عندهم حالة قلق مزمن من العاطفة. لما يحسوا بعاطفة الآخر تجاههم، لما يحسوا أن الآخر يحبهم بصورة صادقة أو بصورة فعلية، يعني دي فاسون غير، بصورة فعلية، رايحين يدخلوا في حالة عدم ارتياح، يتقلقوا من هذا الحب. ولما يكونوا غير مرتاحين حتى سوري حتى يرجعوا هذا الارتياح لحياتهم، لازم يبعدوا شوية عن ذلك الشخص اللي هو مصدر هذا الطاقة أو مصدر هذا عدم الارتياح، هذا الإزعاج بين قوسين. يعني في نفس الوقت هم مش مرتاحين ليك، مثلا أنت كشريك، في نفس الوقت عندهم رغبة جامحة فيك. يعني منظر للأسف صعب، منظر صعب، أنهم مثلا يقدروا يشوفوا صورة شخص وما يقدروش يقولوا له أوه كم أحبك، ما يقدروش يقولوها، ولكن يقدروا يقولوا أوه كم أنت مزعج، ولكنني أريدك. يعني هم يعرفوا له ديزير هذا عندهم، يعرفوا بهذه الرغبة عندهم، يحسوا بها، ولكن في نفس الوقت ما يحبوش الطرف الآخر بالصورة المطلوبة، ما يعبروش على عواطفهم بالصورة المطلوبة. هم دايما عايشين بين هذه الرغبة
وبين الخوف. الخوف مما تقولوا لي؟ الخوف اللي أحيانا يكون مرعب، خوف شديد من الآخر اللي يحبهم. الخوف من ماذا؟ الخوف من أن يعرف الآخر حقيقتهم، من أن يراهم الآخر عاطفيين في الحب، من أن يراهم الآخر في الرغبة. يخافوا أن يراهم الآخر وهم عاطفيين، وهم يحبون، وهم يرغبون. ببساطة الخوف هم يخافوا من أن يراهم الآخر من الداخل، لأنهم هم بحد ذاتهم هذه المنطقة ما يعرفوهاش، ما يدخلوش لها، ما يخافوا يعبروا لعواطفهم بصورة واضحة، ولذلك يوصفون بالدبلوماسية. يعني في الكثير من الأحيان يقولوا عليهم أنهم ناس دبلوماسيين أو ناس يخافون من المواجهة. مش هذه الحقيقة. الحقيقة أنهم هم حتى في حالة لما يكونوا يحبوا شخص أو متعاطفين معه، هم لا يظهرون ما يحسون به، يعني في كل الحالات، سواء في حالة الكره ولا في حالة الحب، لأن العاطفة عندهم من مكان مهجور، ستين زون سومبر، منطقة مظلمة ما يعرفوهاش ملاح، فيخافوا منها. كل ما هو غير معلوم احنا نخافوا منه، هذه الطبيعة البشرية. الخوف هذا نقدر أن نلخصه في عدم الأهلية، عدم الأهلية أو عدم الاستحقاق للحب. الطاقات القمرية يشوفوا روحهم أنهم مش أهل أو أنها لا تستحق حب الآخر. يعني المشكلة هذه جيهم، عدم الأهلية هذه جاتهم من الطفولة. هم دايما يتسألوا علاش ماما ما حبتنيش، علاش ماما ما تحبنيش، علاش، لماذا ماما لا تحبني، لماذا تحب إخوتي وأنا لا تحبني. فهذا السؤال هذا هو اللي يخلق عندهم عدم الاستحقاق. لذلك لما يلتقيوا بشخص يحبهم، هم ما راحش يأمنوا، مش راح يصدقوا أن الآخر يحبهم. سيسي بالنسبة لهم هم غير مستحقين لهذا الحب، دائما عايشين بهذا النظرة لأنفسهم. لاحظوا، حبيت نميز هنا، ضروري تفهموني، هذا لا يعني أنه لين يشوف نفسه أنه غير أهل في الحياة، غير مستحق في الحياة أبدا، لأنه الطاقات القمرية، نعود نذكر بين قوسين، ممكن يكونوا ناجحين جدا 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 وقويين، أقوياء جدا، يكونوا واثقين من أنفسهم. إلا في الحب عندهم مشكلة، لأنهم عندهم مشكلة في التعلق. فهم لما يشوفوا شخص متعلق بهم، فيشوفوا أنهم مش أهل لهذا التعلق أو مش أهل لهذا الحب، لأنهم ببساطة في حياتهم ما كانوش أهل لحب الأم. مش غلطتهم ماما، للأسف مش غلطتهم، هي غلطة الأم المزاجية، الأم المتوترة، الأم الدكتاتورية أحيانا. ولكن للأسف شديد هم ما يفهموش، هذا الكلام يروح للعقل الباطن، يترسب ويعمل صخرة تفصل بينهم وبين الحب، ولذلك هم يدخلوا في حركات أو في ردات انفعالية. كل حياتهم هي عبارة عن حركات انفعالية، عن ردات فعل. قليل وين يكون اليين هو المبادر في الحب، وهم ممكن يبانوا للناس أنهم متكبرين أو أنهم ناس غير أسوياء، ممكن، ولكن الحقيقة أنهم غير أسوياء في الحب، مش في الحياة بصورة عامة. أتمنى أنكم تفهموا هذا النقطة بليز. يعني مثل ما اليانغ محبوس في عواطفه التي حبسها في المسؤولية والعطاء، اليين محبوس كذلك في عواطفه وحبسها في الرفض وعدم الأهلية. أنا ما نتحبش ببساطة، هذا هو الكلام اللي يدور في عقله الباطن. والغريب في الأمر أنهم ناس محبوبين جدا
في المجتمع. يعني الطاقات القمرية ناس محبوبة جدا في المجتمع، ناس عندها قبول اجتماعي رهيب، ولكن هم بحد ذاتهم مع أنفسهم لا يرون هذا القبول ويطلبون القبول. لازم تعرفوا أن الطاقات الين دائما ما تطرق الباب وهي تنتظر القبول من الآخر. لما نقول تطرق الباب يعني كل ما يبدأوا علاقة معينة ما يدخلوش فيها حتى يعرفوا أنهم قبلوا من طرف الآخر. يعني نادرا ما نوجد شخصيين سواء رجل ولا امرأة هو من بادر بالحب أو هو من بادر بإشعال العاطفة عند الآخر، قليل جدا إلا إذا كان واعي جدا وتخلص من الرفض بصورة نهائية، من رواسب الرفض بصورة نهائية. نعود نذكر لماذا هذا السلوكات؟ لأنهم ببساطة لم يستحقوا في نظرهم، هم مفهومهم للتعلق لم يستحقوا حب الأم. الأم اللي كانت تحبهم يوم وترفضهم 5 أيام، أو تحبهم 10 أيام وترفضهم يومين. فهم عندهم دائما اضطراب، كان عندهم لما كانوا صغار دائما اضطراب في الإشباع العاطفي، غير مشبعين عاطفيا. وهذا الشيء هذا اللي كانوا عايشين ودفعهم انهم دائما ينتظروا يشوفوا مزاج الأم كيف هو. يعني باش مثلا نتكلم ببساطة حتى تفهموني، باش يبوس أمه لازم يشوف إذا كان مزاجها مليح ولا لا، حتى يحضنها لازم يشوف إذا مزاجها راه مليح اليوم ولا لا. دونك إلي طول طون أون أتون دابروباسيا، هو دايما في انتظار القبول. مثلا نعطيكم مثال، يجي رايح يبوسها يشوفها عن بعد، يعني نقولوا مترين ولا ثلاثة، إذا ضحكت ليه وابتسمت فمعناها أنها قابلة أنه يجي يحضنها، إذا نظرت ليه بعبوس فسيبتعد عنها يرجع إلى غرفته أو إلى مكانه في المكان، معنى ذلك أنها ترفضه. وهذا اللي خلاهم دايما دايما عايشين هذا الإحساس بالرفض في حياتهم، وهذا خلق عندهم حالة من الأوكسيتي، حالة من القلق، قلق مزمن لا يعبرون عنه. هم ما يقولوش للناس أنا قلق اليوم أو لا أنا مزاجي غير كذا أو أنا، ولكن الناس اللي تعيش معهم راح تعرف أنهم عندهم حالة قلق مزمن، حالة قلق من الحب لا يعبرون عنها، خوفا من أن يرفضوا لما هم عليه في الحقيقة، خوفا من أن يعرف آخرون ما يدور بدواخلهم من اضطرابات، خوفا من عدم القبول لما يقربوا من حد. لما يدخلوا في علاقة، علاقة حب أقصد يعني هم يدفعوا الطرف الآخر إلى دايما إلى الإكستريم، إلى النقيض، إلى الأقوى بتصرفاتهم بسلوكاتهم الغريبة، لأنهم دايما يحبوا لأنهم دايما ينتظروا لأنهم ينتظروا القبول من الآخر. دالفان يحبوا يشوفوا هل الآخر يحبهم ولا لا، فيقوموا بالكثير من الأشياء، الكثير من الحركات. لاحظوا هم يعطوا الحب، إيسون كابابل دو دوني لامور، هم قادرين أنهم يعطوا الحب بين قوسين في هذه الصورة المضطربة، هم قادرين يعطوا الحب أيام مثل اليانغ دابا، حتى اليانغ يعطوا الحب كذلك أيام. هذا لا يعني كي نقول لكم أنه اليانغ مثلا يحبس عواطفه أنه شخص جامد، لا أبدا، سي دي جون بيرتوربي ولكن سون كاباب ديمي، هم ناس مضطربين ولكنهم يحبوا. فإذا هو في كل مرة يعطي الحب ينتظر تصور معين إلى من الحب، أو ينتظر ردة فعل معينة من حبيبه. إذا ما جاتش هذا ردة الفعل اللي هو ينتظر فيها، فهنا راح ستسوء أموره. وللأسف الشديد حبيبه ما عندوش علم السر كذلك حتى يعرف ماذا ينتظر منه مشكلة هذه. يعني هو يقوم بشيء وينتظر أنك أنت مثلا تعطيله شيء في المقابل، إذا ما جاش الشيء اللي هو ينتظر فيه
فسيتسوء أموره، ستتدهور حالته، ولما للأسف شديد يدخل في حالة داون فخلاص رح تفقدي التواصل معه. تفقدي التواصل معه يعني ما تقدريش تكلميه، إني بلو كابابل هو دي سيكسبريمي، يعود حتى غير قادر أنه يعبر على أي شيء، ما يعبر لا على غضبه ولا على حزنه ولا على أي شيء، سينقطع ببساطة عن التواصل. فإذا الطاقات القمرية باختصار دائما تنتظر القبول من الآخر، وهم أصلا مش قادرين يحددوا أحيانا لا بريبار دو تون، في الكثير من الأحيان ما يعرفوش هم ماذا يريدون من هذا الحب. ما هو القبول الذي أنتظره أنا؟ هل أنتظر أن يحبني هذا الشخص؟ أو هل أنتظر أن يتزوجني هذا الشخص؟ أو هل أنتظر كذا؟ النصف با ما يعرفوش، هو ما يعرفش ببساطة، ما يعرفش ما الذي يريده من هذا الحب، لأنه ببساطة عنده الحب غير مفهوم، هو بحد ذاته غير مفهوم عنده الحب، ما عندوش مفهوم واضح للتعلق للحب، فيعبر بنوع من الارتجالية عن الحب، يعني نهار اللي يشتاق لك يكلمك ونهار اللي بعد وهكذا دواليك، يعني ما عندوش خطة واضحة، ما عندوش خطة واضحة للعلاقات، ما عندوش خطة واضحة للحب، ما عندوش فكرة أصلا عن ماذا ينتظر من الآخر، ماذا ينتظر من علاقة ما. هم في الغالب مثل ما قلت الآن انتظار القبول هذا من الآخر دايما مدخلهم في أزمات مع الآخر. لماذا؟ لأنه يحدث في كل يوم وفي كل ليلة وفي كل وقت وفي كل ثانية، كل حركة يقوم بها الشخص القمري ينتظر منها التعاطف من الآخر في كل ثانية، يعني أي شيء يقوم به، كل موقف، مثلا لو يبعث لك SMS فهو ينتظر إجابة معينة، حتى ولو الإجابة هذه مش واضحة المعالم، ولكن لو ما جاوبتيش هو يعتبر هذا رفض. المشكلة أنه مش يعتبره رفض فقط، وإن يعتبر نفسه أنه غير مستحق للإجابة. هم يريدون أن يتعاطف معهم الآخر في كل الأحوال، في كل الظروف، في كل شيء، فلما ينتظر الجواب على SMS اللي يرسلوا لك وما يجيش الجواب، ما يجيش مثلا، أو ما يجيش في الوقت، أو ما يجيش في الوقت، فبالنسبة لي هذا تعبير عن عدم اهتمام الآخر. ولو العكس، لو تبعثي له إجابة مثلا فهذا تعبير عن اهتمامك به أو عن تعاطفك معه، وهذا يدخله في حالة إيجابية للأسف. يعني ما هو هذه علاقته مع الأم، كل ما تبوسه، كل ما تعطيله شوية حب كان يحبها ويدخل في حالة حب معها، هذا هو التعلق عنده ببساطة. إذا ما جاوبتيش أو طولتي في الإجابة عليه، فهذا في عقله الباطن هو لا يستحق الإجابة بالنسبة له. عقله الباطن يقول له أنت حقير، لا تستحق الإجابة، لا تستحق أن يجاب عليك. وهنا يدخل للأسف في حالة عدوانية مع نفسه، ويبدأ يدخل في حالة انفعالية مع الآخرين، ويبدأ كذلك يكبت عواطفه لمدة جديدة، يعني يدخل حالة من العزل العاطفي جديدة. كل مرة يحدث له موقف يشعر فيه بأنه رفض، يدخل في حالة عزل عاطفي، يكره روحه ويكره الظروف اللي جعلته يدخل فيها علاقة يولي يتحمل فيها أنه الشخص الآخر ما يردش عليه، أو يقرأ مثلا رسائل وما يردش عليها، وهذا يجعله يبتعد للأسف. فالطاقات القمرية دائما ينتظروا أن يكون الرد العاطفي الذي يلبي تصوراتهم حسب فكرهم هم، لأن نظرتهم لأنفسهم غير مكتملة، غير ناضجة، أو مغلوطة بسبب الانتظار للقبول من الخارج. إذا تنتجوا لابخوباسيان دلاتر كما قلت،
فلذلك لما ما تجيش القبول، لما ما يجيش القبول في بعض الأحيان ينزعجوا ويدخلوا في حالة رفض لأنفسهم ورفض للواقع ورفض للعلاقة في حد ذاتها. يعني في الغالب العقل الباطن الليين يقول له وش نعمل أنا، ماذا أعمل مع هذا الشخص مثلا، فليذهب إلى الجحيم، لن أكلمه بعد اليوم، تسامر. يعني ما عندهمش تبرير، ما عندهمش تبرير للموقف. ما العقل الباطن عند الين ما يقدرش يقول له إن هذا الشخص مشغول أو إن هذا الشخص حالته النفسية سيئة ولا يريد الإجابة عليك. لا، بالنسبة لي يروح تجغ، يروح دايما للإكستريم مباشرة. كلمة أحبك بالنسبة، أحبك بالنسبة للطاقات القمرية، لما تقول له أنت أحبك تعني بالنسبة له أنك تحب ما هو عليه، تلام بوكسكي لي، أنت تحبه مثل ما هو، أنت تقبله مثل ما هو. في كلمة أحبك تعني بالنسبة للين مش أحبك، تعني القبول. كي تقول له أنت أنا نحبك، فمعنى ذلك أنا أقبلك، أنا أقبلك. كلمة أحبك عندهم هي جواز مرور، سيتان باسبور، هي جواز مرور لعالمه العاطفي اللي كان يعيش، هو يعيش في عالم العاطفي. لاحظوا الين مش معزول على، يعني مش معزول تماما على نفسه، يعني يحب نفسه، يحب يدخل في أعماقه، أما ما يقدرش يعبر عن الشيء اللي موجود بداخله، هذه المشكلة. فلما أنت توضع في حالة من الطمأنينة وتؤكد له بأنك تحبه بالكلام بتعبير، فهذا معناه أنك راح تدفعه أنه يستخرج شيء يقوله لك من عاطفته، من الشيء اللي موجود بداخله. هو ما يعرفش وش كاين الداخل هو ما يعرفش، لا يعرف ما هو الموجود بالداخل. فأنت لما تقول له أحبك فرح تدفعه أنه رح يشوف، رح يبحث وش كاين الداخل، بماذا سأجيبه، ماذا سأقول له. قد يجيبك بتعبيرات جنسية للأسف، وهذا الشيء اللي مش للأسف، هذا الشيء اللي موجود عنده. يعني ممكن تدخل أنا أحبك ويقول لك أنا أشتاق لجسمك مثلا، أو أريد أن أشتم رائحتك، أو أريد كذا. c'est l'expression sexuelle pure pour l'amour، عنده الحب، وهذا هو تعبير، احيانا تعبير جسدي، تعبير حميمي، تعبير جنسي. طيب اذا ما جاتش هذه الكلمه، اذا ما جاتش كلمه احبك، وش يحدث؟ للاسف الشديد اذا ما جاتش هذه الكلمه في الوقت اللي هو يحتاجها، يبدا يغلي ويبدا يدخل في حاله من الثورة مع نفسه، في حالة من اللحب، في حالة من الرفض لنفسه وللآخر، في حالة من رفض الحب برمته بكليته. لما يكمل هو من الحكم على نفسه، يبقى يجلد في نفسه ويحكم عليها، أنا نسواها، وأنا اللي دخلت روحي في الحالة، أنا دخلت روحي في هذا الوضع، وأنا. لما يكمل مقاضاة نفسه، طيب كملت مع روحي، اي روح للناس روح للناس الان، يروح يحكم على الناس، وهذاك عامل وهذيك عامله وهذاك كذا. لما يكمل كل شيء، معنى ذلك انه دخل، سقط في دور الضحيه. هو اللي يقول انا عملت كل شيء ما مشاتش الامور، مش ذنبي انا اني ما قدرتش نحبك، او مش ذنبي اننا مش متفقين، او بعد عليا من فضلك احنا ما نقدرش نكمله مع بعض. يعني يوجد لك كل الاسباب العقليه في رايه هو اللي يكرهك بها حياتك، لانه هو في حد ذاته كره حياته، هو كره نفسه في ذاك الوقت. وحتى لو ما قالها لكش باللسان، يعني ما قالش لشريكه انا لا احبك، ولا ما عملهاش بلوك او ما شابه، فيب سيبتعد عنه بطاقته، وسيحس شريكه بأنه قد ابتعد.
وحتى في حالة الصمت هذه لما ما يقولش شريكه أنه ما يحبوش، ولكن يبقى يفكر طول الوقت أنه لا يحب الآخر للأسف. ورغم القليل من ممكن يعني يقوم بالقليل من الحركات العاطفية في هذا الوقت حتى يخفف من تأثر الآخر لما يشوف الآخر أنه حزين أو أنه مش مليح أو ما شابه، ولكن كل هذه الحركات العاطفية تمر من الفوسلف، يعني هي ليست هو في الحقيقة، هي لا تعبر عنه فعليا. هذه الإدارة العاطفية المزيفة رح تصبح حركات انفعالية فيما بعد أو ردات فعل لما يقوم به شريكه في الغالب. ردات فعل قد تكون أحيانا عنيفة ومضطربة، يعني في علاقة زواج مثلا الين يقدر يرفض علاقة جنسية مع الآخر أو حتى ينظر إليه باستحقار أو ببلادة أو بنوع من اللاشعور أو من النوع من الإهمال العاطفي الشديد ليجعل من الآخر يتألم. هو يؤلم حين يضرب للأسف، هو مؤلم لأنه هو تألم لما كان صغيرا. نحبكم دايما تضعوا نفسكم في ثوب الآخر حتى تفهموه. لا نستطيع أن نفهم الآخر إلا إذا دخلنا في ثوبه. لما يوصل الإكستريم الين راح يولي يشوف أن العالم كله كذب، أن العالم كله يمثل ومزيف، ويولي عامل مثل البالونة التي ستنفجر في أي وقت وفي وجه أي شخص، فبمجرد ما يلمسها دبوس صغير ستنفجر، ستنفجر بكل ما تحمله من أخطاء الدنيا، من أخطاء الآخرين. لذلك هو يقرر في آخر لحظة أنه ما يجيش لموعد ما، لذلك هو مثلا يعمل بلوكات ويشيلها لأسباب من دون أسباب، يعني يعمل بلوك من دون سبب ويشيله كذلك من دون سبب، لذلك أحيانا يكتب ويمسح لذلك أحيانا يكتب مساجات ويمسحها لما يكون يعني في حالة حب ممكن يكتب مساجات، ولما يدخل في حالة ثورة يروح يمسح المساجات اللي يمسحها، لأنه للأسف شديد رهين قراراته الوقتية. حتى الحب لديه يصبح وقتي، يعني حين يكون يعني في الأب، لما يكون أب في الأب رح توجديه أو رح توجدها رومانسية وعاطفية وحنونة. أنت كذلك إذا كنت مثلا عندك علاقة بشخص قمري رح توجديه عاطفي وشاعري وجميل جدا، وفي الداون مش رح يعرفك، في الداون سيقطعك مثل التورتة بكل الكلمات القاسية اللي يعرفها، أو يلغي مثل ما قلت موعده معك في آخر لحظة، أو يعمل لك بلوك من دون سبب واضح بالنسبة ليك. فكل هذه السلوكات تجعل من شخصيته غير مفهومة عند الآخر، ولكن لازم تعرفوا أنه سببها التشوه اللي حدث له لما كان صغير في مفهومه للتعلق بالأم. أتمنى أن كون شرحت. وصلت دقيقة 34 يا جماعة احنا بكي صلاة